الحظ الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام، يتجدد اللقاء بكم مرة ثانية مع هذه الانطلاقات، مع هذه المسيرة المستمرة هنا في ميدان الذهب، في ميدان الهباب، أحد أفرع ميادين نادي دبي. نرحل مع الشوط الرئيسي لا يقل وزنا ولا أهمية عن الشوط اللي انتهى بفوز تصميم العبد الله بن سالم المقعودي. هذا هو شوط الجعدان، هذا هو مولع، هذا هو مولع لسعيد بن متعب بن سالم بن راشد الاشتبي من يتقدم بالمركز الأول، يلي على المركز الثاني من نادي محمد بن أحمد بن دلمود بالمركز الثاني، والمركز الثالث أرى يتقدم مياس ثاني بالشاهين المرر، والمركز الرابع هذا شعار بالقوم، هذا شعار راشد بن سالم بالقوم الاشتبي على ظهر شاهين. الأربعة الأربعة الأربعة، الناموس وين بيصير؟ الناموس أين يرحل؟ مع المرر، مع بن دلموش، ولا مع متعب، ولا مع بالقوم؟ الناموس يتجول بكم، الناموس يتجول ونحن نتجول في هذا الميدان الجميل، في هذا الميدان الجميل مع هذا الشوط الجميل. يا سلام مولع، ليولع زمام الركض نار، هذا مولع من البداية، ولكن حاصرنك، حاصرنك، لا هروب ولا مجال، لا ولا عنهن محال ولا مفر. ياك 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 مياس ثاني بن شاهين، ثاني بن شاهين، روح روح يا ثاني روح، نبغيك تكون الأول، نبغاك تكون الأول. هذا هو مياس، هذا هو مياس، لابس عقال السبق منكوس، ما دام عندي ولد مياس يهبني من المطلع يكوس. الله الله، يا ليت يقول مسري يسمح له على الكاس. هذا هو مياس الذي يتقدم منفردا، منفردا بالمركز الأول، وثاني بن شاهين بن خليفة المرر من يتقدم بالمركز الأول. صباح الخير، صباح الناموس، صباح الانتصار، صباح التهاني، صباح الورد. نقول للثاني بن شاهين المرر نهني على فوز شاهين بالمركز أو مياس. تهانينا أو الناموس المركز الثاني اللي هو شاهين.